معكم ورحمة الله وبركاته، متتبعات ومتتبعين قناة هند شانيل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله، وتكونوا في صحة جيدة. واليوم جيتكم فيديو جديد على القناة اللي هو مشتريات. الكوموند اللي قلت لكم ذاك النهار غتوصلني، الله وصلتني من شهر، من الأواخر شهر 11 ديال شيئين، تعطلات ووصلوا لي كوموند اللي دفعت موراها، ولكن هذه كان عندها مشكل في الديوانه، ومن بعد عاد ردوا الفلوس، عاوتاني كومونديت الثانيه عاد صيفطوها ليا. المهم يلا وصلتني في هاد اليومين هذه، من شهر من اواخر شهر 11 كان فيها مشكل في الديوانه، واليوم وصلتني وجيت نشاركها معكم ونشارك معكم الاثمنه وشي عقله عليه شي ما عقلاش، ونشارك معكم الحوايج اللي وصلوني. اول حاجه غنبداها معكم هما هادو، ولا عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش لايك بطبيعه الحال. المهم وصلوني هادو، هادو ديال الدره، المهم ديال الدره كديرها للدره، كتشوفوا معايا فيها 12 حبه، فيها اللوينات مختلفه، خديت جوج هادو البنات شي 15 درهم واقيلا الوحده، فيها 12 حبه، هادي 12 هادي 12 ها هما. المهم عجبوني زوينين. وثاني حاجه هو هادو حتى هما ديال الدره ديال الحجاب، المهم فنيسات فنايت ديال ها هما دايرين هكا. هادو البنات حتى هادو فيها 8 4 هاد اللوينات، وفيها المهم كاع اللوانات اللي تقريبا كنحتاجو في الدرور. حتى هادو البنات واقيلا شي 15 درهم. وتاني حاجه خديت هاد لي بوند هادو ديال الشعر، ها هما هادو ب 10 دراهم لا 15 درهم، ثلاثه ها هما كيمشيو هكا بثلاثه. صراحة عجبوني زويونين، فيهم اللوانات البنات كاين الوان واشكال. وهادو هاد عفوا هاد البندات هادو، هادو البنات خديتهم كيفيتهم هكا مع البيجامات، البنات خديتهم ب 40 درهم واقيلا ولا 35 درهم بثلاثة هكا. المهم بوندو ولكن دايرينو هنا فحال بحال التو هكا بحال هكا هكا. هادو البنات زويونين، التوب ديالهم زوين، ثلاثة كاين هاد الغوز هذا مفتوح، وكاين هاد الموطارد، وكاين هذا تقريبا بحال البيجامة ديالي هاهي. المهم فيه الوريضات في الغوز وفي القهوي، هادو بثلاثة وقيلا 40 درهم ولا 35 درهم. وكاين خديت هاد المشطة هادي مع عقلات البنات وصلنا 25 درهم، زوينة وكبيرة ورطبة على الشعر. المهم هادي 25 درهم وقيلا، متأكداش حيت الكومون كيف قلت لكم شحال هادي. شنو آخر كاين هاد السناسل هادو البنات، ماشي ديالي، هادو ديال ستي حيت هي ما كديرش الدرة، خدتهم ثلاثة ها هما. كاين هاد السنيسلة هادي، كاين هاد أربعة لي خدات، حتى تكون هنايا. المهم خدات هادي، خدات هاد الخاتم هذا ها هو، خدات هادي كدير في الرجل بحال الخلخال. وها هي هي الرابعة، هادي تا هادي كنظن زويونة عرفتش، المهم مبغيتش نحلهم لها، يعني بغيت نعطيهم لها هكا مسدودين. هادا البنات الخاص شي 6 دراهم وقيلة ولا 5 دراهم. وكاين هاد الصاك هذا زوين، ماشي ديال البنات، هذا ديال صاحبتي، انا ما كيعجبنيش هاد الستيل ديال الصاك، كيعجبني كولور واحد.
المكحل ولا ماغو ولا بيض ولا المهم حتى هذا زوين، ولكن هذا الصراحه زوين هو فيه الوان زويونين، عنده هاد السلسله ديالو كديريها له. المهم كاين هذا بحال الشكل ديال البربري صراحه زويون هاهو. المهم رخاص البنات هاد السكن هادو رخاص ما غاليينش شي 60 درهم وقيلة ولا 50 درهم. ها هاد السلسلة تا هدا هكا صغيورين، ماشي صغيورين صغيورين، كيجي فيه المهم التيليفون يجي فيه كلشي. هانتوما هادو تا هادو قلتلكم البنات شي 50 درهم وقيلة ولا 60 درهم. اوكي بالعادة السميطات ديما حاضرين سماطي هادو هادو تا هي خدات وحدة ليها فصاحبتها عجبوهم. المهم بحال اللي كنت وريتكم ديالي دابا هادي هادو الرابعين ولا الخامسين الخمسة خمسة اللي جبت منهم هادو وزويون ولا بس كنصحكم بهم كيجيو مع اي لبسة. واخر حاجة هي هادي ديالي هاد اللبسة البنات ديال الصيف ماشي ديال الشتا زويونة التوب ديالها الصراحة كيحمق. المهم هاد التوبة فيها سروال خصو يتحدد البنات باش يبان سروال عريض بالنسبة لي كيدير الحجاب. نتوما نوريكم هاكا سروال هانتوما الكولور ديالو التوب ديالو باش تشوف مزيان التوب ديالو خيط. المهم ديال الصيف هانتوما سروال عريض. المهم خديت انا الاس حيت ديجا كنت خديت بيجامة ديال الام جات كتجي شويه كبيره وهذه خديت الاس وهذه القميجه ديالهم الفوق جايه فيها الفرافر ولا شو سميتها. المهم ها هي هانتوما خديت الام خديت الام 38 فيها 38. المهم اللي ضعيفه تاخذ الاس هادي هي هذيك راه ما غتبان لكم ما غتبانش لكم في الفيديو لي دي فيهم لاستيك هنايا عند هاد هانتوما. المهم عجبتني التوب ديالها زوين وبارد وهذا هو اخر نسيت مع واحد المقبض درتو في شعري نيت نحيدو من شعري ونوريه لكم. هذا زوين البنات الصراحه كيجي في الشعر كيحمق. ها هو البنات كي داير في هاد التويشيات هادو هذا خديتو البنات وقيلا شي 10 دراهم زوين كاينين فيه اشكال وانواع كيف قلت لكم كيجي في اللبسه كيحمق في الشعر. كنت لابسه ديجا وحيدته لكم من شعري وصافي البنات هذا هو اخر ارتيكل خديته وهنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو وكنصح بهذا الشيء كامل البنات الصراحه حتى حاجه هنايا زعما نقول لكم كلشي زوين كلشي مهم كلشي هو هذاك كلشي عجبني وكنصحكم حتى نتوما تاخذوا هاد لي زارتيكل اللي وريتكم. وهنايا غادي نقول لكم وصلت لنهاية الفيديو تهلاو في راسكم واي ارتيكل عجبكم من هذا الشيء اللي خديت قولوها ليا في لي كومونتير وانا نحط لكم الكود ديال كل ارتيكل وتهلاو في راسكم وما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو والبارطاج مع صحاباتكم باش يستافدوا من الحوايج ديال شيء يعني اللي مجرباهم وتهلاو في راسكم حتى الكومونت جايه ان شاء الله الى خديت شي حاجه غنشاركها معكم. تهلاو في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله تصبحوا على خير حتى الفيديو القادم.